السلام عليكم شباب، اليوم عندنا لابتوب لينوفو، بقايا لابتوب لينوفو مال صديق وقرايب، فمحاول مصلحها بالبيت على اساس انه مثلا ما يكلفني بتصليحها، فزاد الطين بله مثل ما يقولون. مثل ما تشوفون هنا شباب، هنا عندنا كفر الخلفي صاير وصلتين، ومن هاي الصفحة ايضا كسر ظالم. اذا تشوفون هذا ما بيشيل الطرف الامامي او الكنر الامامي، ما بيشي. اذا تشوفون نظيف، بس المشكلة بالكفر الخلفي، بالاضافة الى طبعا القلابة هنا صايرة وصلتين. القلابة اليسار، اذا تشوفون هاي القلابة اليسار صايرة قطعتين. راح نحاول نصلحها بدون ما نعمل مصرف عالي، لانه تبديل القطع راح يكون كلش مكلف، فنحن راح نعمل تسطيح حتى نحصر الكلفة بسقف اقل. طبعا هنا ديل مال اللابتوب ايديباد 100 شارحة 15 اي بي واي. اول شغلة شباب، خلينا نأمن الشاشة. بعد ما رفعنا الشاشة ما عدنا شي نخاف عليه شباب، بس نقدر نشتغل. مثل ما تشوفون شباب، طبعا هاي المكان هم مكسرة بالصفحة الثانية، القاصة السفلية مكان البراغي هم مكسرة. على العموم شوف مراد لها حفلة مرتبة الحاسبة شباب. هنا هم مكسر مثل ما تشوفون، والقبغ الخلفي هم بكسور. هاي البرغي مكسور، هاي مكان البرغي الأولى مكسورة. شوفوا شباب، عندنا هذي المكان مكسورة مكسرة بالكامل. هاي المكان الأخ أيضا مسحوقة. شوفون يعني ما بس القلابات والقبغ الخلفي شباب، القاصة السفلية أيضا متأذية بشكل كبير. القاصة السفلية أقول يعني، هاي ما هذا أخلط شباب، أرجو المعذرة. هاي بالتركي طبعا يسموها قاصة أو الكيس، اللي هو الكيس السفلي أو الشاصي السفلي. هاي الشباب القلابة اليمين سليمة، هاي القلابة اليسار هي اللي متضرر أكثر من ذيك. خلي نحل القلابة هاي، طبعا انا راح اوديها على ابو اللحيم او اللحيمشي يلحمها ويقويها بشكل مضبوط، حتى نضمن انه نرجع نركبها بدون مشاكل. هاي راح تروح للحيمشي. هاي الجهة الثانية مضطرين ايضا هم نفتحها شباب. ليش مضطرين نفتحها؟ حتى نلحم القبغ الخلفي، لان القبغ الخلفي مال الصفحتين مكسر مثل ما شفتوكم من بداية الفيديو. قبل ما نبدي نشتغل بهذه، خلينا نروح على اللحمجي يلحم لنا هذا الجزء ويكمله. اذا لحقنا راح نكمل بها اليوم، لانه قرب وقت الافطار. الساعه عندي 5:10، فما راح اعتقد ما راح اكملها اليوم، بس اذا لحقته راح اكمل بها شغل. اذا ما لحقته، اذا مثلا اللحمجي اخرني، راح يظل باقي الشغل على غدا نكمله. في شباب مثل ما تشوفون، راح لحمنا القلابة المكسورة لنا على ابو اللحيم، لحمها براس مثل ما تشوفون، نتيجة ممتازة. يظل عندك شغلة شباب، انه انت قبل لا تصلح اي قلابات او اي شاصي مكسور، احرص على انه تعمل الضبط مع هاي القلابات من عن طريق هذا المكان. شوف هنا عندك هذا العيار، اذا ما ضبطه بشكل مضبوط راح يرجع يسوي عندك ضغط على القفغات يكسر لك ياهن. شوف هسه صار راخي حيل، ارجع هش كذا تضبها. هنا نشوفها صارت معقولة، هاي
هذا صارت المعقولة هذه، هكتفي بهالقدر هذا. هاي الثانية خلينا ننظفها اول شي. هاي بيها شوية قوة شباب، نرخيها مثل ما تشوفون صارت معقولة. هسه صار عندنا القلابات جاهزة شباب. نجي على المرحلة الثانية يا اخوان. Thank you.
اللابتوب مثل ما تشوفون هذا الجزء تقريبا كملناه بشوية اخطاء، مو اخطاء وانما مجبورين عليها. القاعدة مالته مو 100% مثل ما كنت اتمنى، فهاي راح اعلمكم شلون تتجاوزوها هذه الشغلة. هاي راح اثبتها بسيليكون حار، عيني ثبتها بسيليكون حار ان شاء الله حتى تحافظ على شكلها وما تشوه الحاسبة بهذا الشكل، تظل هذا القبغ مفتوح بهالشكل هاي او بهالطريقة هاي. على العموم راح نسويها سوا اصلا نحنا ان شاء الله. فعندنا هنا هذا الكسر، قطعة مالته موجودة، هم راح اعلمكم شلون تتلافون هذا النوع من الاخطاء وهاي المشاكل. خلينا نعتبر نفسنا انه كملنا هذا الجزء شباب، راح نخليه على صفحة، ننتقل الى الجزء الثاني اللي هو الشاصي العلوي.
طبعا اثار اللحيم والتسطيح السابق صاير مثل المدبق شباب. اثار طبعا ما بس كنستخدم الياباني، كنستخدم ياباني وكنستخدم معاه مواد اخرى، كنلزق بيها كنثبتها مثل التيب يعني. فهاي اللزوجة مال التيب، الاثار مال التيب ما تروح لبل الكحول. بعد امسحها بالكحول ننطفها. شباب مثل ما تشوفون يعني نتيجة حلوة طلعنا بيها. فظل عندنا شغلتين لازم نسويهم. الأولى انه خلي نثبت ثواني. النار فاول شباب هنا. السيليكون حار بس لون اسود مو شفاف. لازم نثبت بها المكان.